السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة دلوقتي بتستخدم بعض الأدوات الذكية في البيت، ممكن تستخدم مثلا إنارة ذكية، ممكن تستخدم كاميرات ذكية، ممكن تستخدم صوت ذكي. ففي موقع اسمه هومي بيديك تطبيق سهل جدا في الاستخدام، وتقدر تربطه بكل الأنظمة اللي عندك بحيث إن أنت تقدر تتحكم في كل حاجة سواء من المتصفح أو من الموبايل، وممكن حتى تشتري التولز من عندهم. فانت ممكن مثلا تتحكم في الإنارة، في بعض الحاجات بتبقى ألوان كتيرة تقدر تتحكم في درجة اللون، وتقدر تبقى في سنسور لما يحصل أي حركة يبدأ إن هو يشغل لك الفيديو ويبعت لك الفيديو. مثلا انت سايب البيت فاضي مفيش حد، فلو حصل أي حركة يبدأ إن هو يشغل فيديو ويبعت لك الحاجة اللي بتحصل، يقول لك برضه على درجة الحرارة. في زي ما انت شايف الترموستات تقدر تتحكم فيها، اللايتنج تقدر تتحكم فيه اني نار فيهم، السنسور برضو يقول لك السيتو في المبنى عامل ازاي. تقدر انت تقفل المبنى كله بان انت تضغط زرار واحده. تقدر تتحكم في ملفات الصوت اللي موجوده، تقدر تتحكم في الستاير حتى اول مثلا ما تصحى تخلي الستاير تفتح بشكل معين. فالواجهة بتاعته سهلة، تقدر تعمل توصيل بكل الأجهزة اللي عندك، وهو بتوصل بكافة الأجهزة اللي موجودة الصيني والأمريكي وكل حاجة. وفي إن أنت تقسم كل غرفة عندك بحيث إن أنت تقدر تتحكم في كل غرفة بشكل منفصل، وممكن تربطه بتطبيقات كتيرة جدا تبدأ إنها تشتغل معاك عادي. زي ما انت شايف تقدر تتحكم في كل حاجة موجودة عندك وعلى درايه كل حاجة، وتقدر تقيس الاستهلاك بتاع الطاقة بحيث لو في أي مشكلة يبدأ ينبهك. فمثلا وصلت جهاز معين استهلاك الطاقة حصل قد إيه. فده هيساعدك في يعني المعرفة الأكتر والقياس أكتر لاستهلاك الطاقة بحيث تقدر تتحكم فيه. زي ما انت شايف الاشتراك في الشهر تقريبا 3 دولار، فمبلغ بسيط. ممكن تقدر تتحكم في كل حاجة موجودة في الجهاز عندك. ممكن تيجي بقى تقول له ابس وتحمل التطبيقات اللي انت عايزها. ممكن تيجي في برودكت وتشوف ايه البرودكت اللي موجودة. وممكن تجيب بريدج بحيث توصل بالأنظمة المختلفة. لو انت عندك مثلا نظام ايفون او كده تقدر انت توصله برضه بدون اي مشاكل خالص.